شهدت العاصمة اليونانية أثينا اليوم مسيرة تضامنية مع فلسطين التي تتعرض لحرب إبادة إسرائيلية منذ 3 أشهر ونصف. نعم، واحتشد المتظاهرون في حديقة الحرية بأثينا قبل أن يتوجهوا سيرا على الأقدام إلى مقر السفارة الإسرائيلية التي فرضت الشرطة اليونانية طوقا محكما حولها. بالطبول وشعارات التأييد لمحاكمة المحتل الإسرائيلي على جرائم الإبادة الجماعية في غزة وغيرها من الشعارات التضامنية مع الشعب الفلسطيني، خرج الآلاف من اليونانيين رفقة الجاليات العربية والإسلامية في العاصمة اليونانية أثينا في مسيرة حاشدة انطلقت من قرب السفارة الأمريكية نحو سفارة دولة الاحتلال الإسرائيلي بعد أن جابت شوارع المدينة. كلنا تضامنا. هذه التظاهرة تأتي لتأييد محاكمة الاحتلال الإسرائيلي الجارية في محكمة العدل الدولية مع الشعب الفلسطيني في نضاله أمام حرب الإبادة التي يتعرض لها من قبل الاحتلال الإسرائيلي. المسيرة دعا لها عدد من الأحزاب والقوى السياسية اليونانية التي تقف ضد العدوان وجرائم الإبادة الجماعية التي يرتكبها المحتل الإسرائيلي في غزة وعموم الأراضي الفلسطينية، وتدعو في الوقت نفسه الحكومة اليونانية وحكومات الاتحاد الأوروبي إلى تعديل مواقفها المنحازة للمحتل الإسرائيلي. دعت لهي المظاهرة اليوم مظاهرة كبيرة وحاجدة فيها الآلاف المؤلفة من المؤيدين للشعبنا الفلسطيني من المتضامنين مع شعبنا الفلسطيني، إضافة للجالية الفلسطينية والجالية العربية. تقدم المظاهرة أمين عام الحزب الشيوعي اليوناني، أكبر حزب يساري في اليونان. نتضامن مع فلسطين ونطالب بمحاكمة إسرائيل على جرائمه وأن تكف حكومتنا عن دعم ذلك المحتل. لقد جئنا هنا اليوم للمشاركة في هذه التظاهرة من أجل التضامن مع الشعب الفلسطيني والدعوة للحرية، الحرية لفلسطين والحياة لها. أمام سفارة دولة الاحتلال التي فرضت الشرطة اليونانية طوقا محكما حولها، رفع المتظاهرون الأعلام الفلسطينية مرددين شعارات الحرية لفلسطين والتنديد والاستنكار للاحتلال وممارساته، فيما أقدم آخرون على إحراق علم الاحتلال الإسرائيلي. دعوات التنديد والاستنكار والمطالبة بمحاكمة الاحتلال الإسرائيلي على جرائم الإبادة الجماعية التي يرتكبها بحق الشعب الفلسطيني لا تزال تصدح في عموم المدن اليونانية، والدعوة لحكومة بلادهم والحكومات الأوروبية بتعديل بوصلتها المنحازة للاحتلال وممارساته اللا إنسانية. لتلفزيون الكويت، سامان فخري، أثينا.